أنا ما حبيت لدرجة إني غار من حدا. أنا ما عشت هالشعور من قبل. إيه إجيت على الفندق، يمكن تصرفي غلط، أنا ما بعرف، بس بترجاك خليني أروح، ما فيني أتحمل هالشعور. ليش ما إجيتي يا عائشة؟ أيوة، فكرتك ما حترد. ليش ما رد؟ ما بعرف. كيفك؟ أنت اتصلتي مشان تسأليني كيفني؟ بعثت لك رسالة إنه ما رح أقدر أجي. شفت الرسالة، مو مشكلة. اتصلت مشان أحكي معك إذا كنت فاضي. عندي شغل كتير هلأ، منحكي المساء. طيب، معناتها منلتقى بالبيت. شوفك. هاندا، أنا فقت الصبح بكير لقيتك طالعة، ما لحقت شوفك. كان عندي شغل. حبيبتي، حتوفي بوعدك اللي وعدتيني اياه؟ ما أنت رح تبعدي عن هديك العائلة مو هيك؟ أنا ما وعدتك بشي أبداً، سكتت لك مشان ما تضلي تضغطي علي. هاندا، مو شايفتيني قديش عم بزعل؟ أنا عم بعمل هالشي مشان مصلحتك بس. إذا بدك مصلحتي بتسكتي أمي، بتسكتي وبتشوفي شو حتعمل بنتك بعائلة سان جاك زادا كلها، لأنه ما حأتخلى عن فريد أبداً، وما حأترك أزادا رفيتك وحبيبة قلبك بحالة بهداك القصر. خلي الكل بعد اليوم يعرف مين هي هاندا فار أغلو. أزادا قالت لك شي حتى عم تحكي عنها؟ صار شي ما بعرفه قليلي. ألو، بأي عين عم تتصل وانت فشلت؟ كيف؟ إذا مو انتو نشرتو، مين نشرو؟ ممتاز، برافو عليك. تفضل. فريد بيك، آسفة في شي بس ما بدي تتضايق. تفضلي تركان، شوفي. كان بدي اياك تشوف هالخبر هون. هاتي لشوف. صدمة عائلة سان جاك زادة بكنتهم. عائشة سان جاك زادة زوجة فريد سان جاك زادة التي تزوج بها بعرس مليء بالأحداث، التقت بعشيقها في أحد بيوت المنطقة. فيك ترجعي على شغلك. شكرا. شوف يا براق، ما بدي اسمع ولا حرف. اسمعني، افتح أدنيك ومخك منيح. إذا لسه باقي عندك شوية شرف ما بتنشر خبر كاذب وبتغلط على زوجة أو بنت أي حدا، ولا بتلعب بشرف، عم تفهم؟ مشان حضرتك تاخد 3 قروش وتربح أو مشان الشهرة، كيف بتنشر خبر غلط وكذب عن أي شخص بهالبلد؟ شوف، عم بحذرك، اوعك تعيدها. فريد، هاندا، شو هالأخبار المنتشرة على الإنترنت؟ شو صار فريد؟ بعرف إنك ما بتوثق فيني، بس يعني لا تعمل لي كبش فدا بكل مصيبة بتصير معك. وأنا قريت الخبر وما استغربت، بس ما بدي كذب عليك، أنا صدقته.
بعذرك لأنك انصدمت بالخبر. هاندا، أنت عم تفتري على إنسانة بريئة، حاجتك بقى. أنا يلي قلته هو إني شفت الخبر وما استغربت وما إلي علاقة فيه، بس فيك تروح تسأل أمك، أكيد بتعرف كل شيء. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. مرحبا، خليني ساعدكم كمان. في شي تاني بقدر ساوي؟ لا ما في شي، صحة وهنا. شكرا شكرا. بدي أسألك، رجع عمك فريد؟ شفت جدي وأبي إجوا بس أنا ما شفت عمي أبدا. موجي تركي هالموبايل من إيدك، نحن على طاولة الأكل. مرحبا. عائشة خانو، ما شفناكي اليوم بالقصر. عائشة وين كنتي؟ كان بدي شوية شغلات، رحت على السوق مشانه، وبما أني طلعت قلت بعمل فتلة كمان. الفستان الأبيض كان لابق لك أكتر، ليش شلحتي؟ توسخ، لهالسبب اضطريت ألبس غيره. شكرا لك. أوف، مساء الخير. أمي أنا رح موت من الجوع، حاسس بدي أكل كل شيء. بالزور لقدرت أوصل على البيت. مساء الخير. وين ليمان؟ ليمان تعبان شوي. مساء الخير بنتي. عدنان اقعد. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. لا بقلك الفستان لبسته بدون ما قلك، لا تواخذيني. خلص مو مشكلة. كيفك هلا؟ شو عم بيصير؟ فريد صاير معك شي مضايقك؟ اللي صاير حرق قلبي بابا، اللي صار مو بس مضايقني. سأل امي شو اللي صاير، هي بدها تخبرنا لانها بتعرف منيح كيف الام بتحرق قلب ابنها. شو بدي خبرك انا؟ بدك تخبريني كيف افتريتي على عائشة يا امي. بدك تخبريني شو الالعاب اللي عملتيها لتطلعي عائشة من القصر. شو عم تعملي امي؟ احكي، من امتى صرتي تضربي من تحت لتحت؟ احكي. ها، من امتى ماما؟ فريد انت شو عم تحكي؟ شو جنيت انت؟ ها، شو هالحكي هذا مع عمي؟ شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ خود شوف اخي، خود مسك، شوف شو اللي مكتوب هون. تفضل، انا ما عاد قدران اتنفس بهذا البيت، ما بعرف شو بدي اعمل. امي الغاليه دايره تفضح مرت ابنها، عم تعمل كل شي بتقدر عليه لتطالعها من هذا القصر. شوف شوف شو مكتوب. أزاد سان جاك زاد داهمت كنتها مع عشيقها في أحد البيوت. قلولي معقول هذا الحكي؟ شو هاد؟ وانت بتصدق كل شي مكتوب على الانترنت؟ ها؟ منين عرفت انه امي كبست عليها عن جد؟ شوف، شغل مخك، ممكن يكون في شي حدا عم يلعب فينا من ورا ظهرنا، فهمت؟ نستنى امي توضح لنا. ايه امي احكي لنا لنسمع منك، يلا قلي لنا انتي عملتي هالشي ولا لا؟ احكي شي. امي يعني بدك تضلي ساكتة؟ انت رحتي هالحكي صح؟ أزادة امي عم بحكي معك، حطي عينك بعيني لشوفه قلي لي. انا ما بعرف اذا مرتك المصون مصاحبة عليك ولا لا، خلينا نسألها هي بتعرف اكتر. بس هي رح تعترف ولا ما رح تعترف؟ تعرف شو اللي حرق قلبي اكتر؟ امك اللي كل عمرها حاضنتكن وبتعمل كل شي حتى تسعدكن وبتدفع روحها مشان عيلتها ومشان تحافظ على شرف العيلة كلها، ابنها مصدق انها ممكن تعمل هيك شي. اذا عن جد انت مصدق هالحكي معناتها انت ما بتعرفني ابدا فريد. يعيب الشوم عليك، بس يعيب الشوم عليك. أزادة ثانية، امك مستحيل تعمل هالشي وما بتستاهل تحكي معها هيك، ومرتي كمان ما بتستاهل هالشي. عائشة مستحيل تعمل شي مثل هاد، عائشة ما بتعمل شي بدون علمي.
عندك ثقة لهالدرجة بهالبنت اللي تزوجتها بشقفة ورقة مدري بعقد لعبة؟ عقد لعبة؟ هاللعبة لازم تنتهي هلأ. بعرف إنه جوازتكن أنت وعائشة لعبة، يمكن صار الوقت إنك توضح هالعقد لكل اللي لسه ما بيعرف. بوضح أمي ليش لا؟ أنت لا تقلقي، أنا هلأ رح أحكي حقيقة الموضوع كله. حكي أمي صح، أنا وعائشة عملنا عقد، رح أطلع أجيب هالعقد لتشوفوه ونخلص من هالقصة. فريد، 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 شو رح تعمل؟ شو عم تعمل؟ عن جد رح تحكي كل شي؟ خلينا نحكي قبل. رح نحكي عائشة، لا تخافي، خلينا ننزل لنخلص من هالسيرة، ماشي؟ يلا تعي، خليوني يحسوا انك مرتي، كوني معي. يلا تفضلي، خدي قري رو كلكن. انا وعائشة عملنا عقد زواج، عقد فصل أملاك، فكرة ذكية. عائشة اللي طلبت هالعقد مو أنا، ولو قبلت نتجوز بدون هالعقد ما كان عندي مشكلة، بس هي ما رضيت، عارضت حتى ما حدا ياخد عنا فكرة غلط. حي الله وحدة ما بترضى تتركك وتمشي، وخاصة بوجود هالثروة اللي ما حدا بيستغني عنها. على الأغلب ما رح أقدر أقنعك بشي، هاي الثروة مو فارقة معها ماما، وأنا ساروتي هي مرتي عائشة، فهمتي؟ عائشة، عائشة مرتي، وإذا طلعت من هالقصر أنا بطلع معها، هذا آخر كلام عندي وخلصنا. فريد، فريد، كأنه مبارح كانوا إيديه صغار، كان يركض ويمسك إيدي ويقول لي أمي لا تتركي إيدي يا أمي، أنا ما فيني أعيش بلاك ولا بعيش بدونك. وهلأ عم بيقول ما بدي أحكي لأني ما بقدر أعيش بدونك. هلا صار فينا نحكي، تفضلي. يعني كنت بدي احكي عن شغلة العقد، يعني بدي احكي عن العقد. انا فكرت انت شو فكرتي؟ يعني ما كان بدك تحكي شي تاني مو؟ كمان كان بدك تحكي بنهار وما اجيتي، هلأ تراجعتي عن الحكي مثل ما تراجعتي عن جيتك؟ شو صار؟ يا ريت اقدر احكي لك كل شي، حاسة بعجز قدامك، يا ريت فيني حط راسي على كتفك لحتى تقويني وتمسك بإيدي، يا ريت فيني خبرك. We'll be right back.
أنا عجيز. عائشة مستحيل تعمل شي مثل هاد. عائشة ما بتعمل شي بدون علمي. أنا لازم أحكي له الحقيقة. لما كنت راجع معك على أنطاكيا كان قلبي مليان كره. كنت خايف كتير ما يروح مني الشك بكل شي وبأي حدا بتشوفي، شعور ما في أصعب منه. صرت شوف الكل وسخين وما عاد أوثق بحدا. حسيت راح نفسي وبعدها صرت عم بختنق. لليوم اللي شفت فيه البنت اللي رقصت تحت المطر، هالبنت صحتني من الغم اللي عشت فيه، صحتني من كوابيسي، واضحة مثل ورقة بيضة، كانت فرحانة وقوية، كانت عايشة وحقيقية، كانت الحياة. كل ما كنت أطلع بوجه هالبنت كان يرجع لي نفسي. قلت الحمد لله، ألف شكر يا رب، فرحت كتير. من وقتها بديت أقدر أوثق ببنت من جديد، بفضلك يا عائشة، بفضلك أنت. عن جد شكرا. شكرا إليك عائشة. لو كل العالم بيحكوا عليكي رح أقول أكيد عائشة عندها أسباب لهذا الشي، بس هلأ بترجاكي تحكي لي الحقيقة. شو صار اليوم؟ قلتي جاي وما إجيتي، وبعد انتشر الخبر حتى أمي ما عم تحكي، سكتت وما قالت شي. ليكي، ما في وعد بيناتنا بيخص الإخلاص، وما لي حق أسألك. أنا مو طالب غير إنه أعرف الحقيقة. إذا ممكن قولي لي الحقيقة عائشة، ليش ما إجيتي؟ إذا كان عندك شي مشكلة بحياتك احكي لي، شاركيني فيها، بدي توثقي فيني أنت كمان. حكم 18 سنة ولا لا؟ شو؟ بها؟ بها؟ وأنا بروح على السجن، وأول ما بفوت بتصفيني هنيك عيلة الزلمة اللي قتلته. يلا روحي، أنت اللي بدك ياني موت. عندك حكي، مو بس حكي، شوقتنا. صحيتي، كنت جاي لعندك، قال لي أبوك تنزلي مشان تقابلي الضيوف. مين هدول الضيوف؟ شو؟ شوفوا هالفضيحة، شوفوا شو كاتبين هون،
شو قالوا؟ دعوة المظلوم ما بتنرد وبتوصل لسابع سما، يلي كانوا عم يزعلوا بنتي اجتهم هالفضيحة. مو معقول يا حسين، أكيد الخبر مو مزبوط. كيف مو مزبوط؟ ليش بقى؟ خبر أكيد أمي، أنا شفت هالشي بعيني وبلغت. وشو اللي شفتي أنتي؟ لا تتدخل بهالشي بابا. شو صار أمي؟ تفاجأتي كتير؟ ما عم تقدري تصدقي مو؟ ليش شو دخلنا نحنا؟ يلا تعي لهون، تعي عادي جنبي حبيبتي، شوفي عنا ضيوف حلوين اليوم. أنا زعلانة منك، يعني بتعرفي إنه بتول ويمان رح يخطبوا وما بتقلي لنا؟ ما بيصير معقولة أنتي هاندا؟ بتول أقرب رفيقة إلي ماما، وهي مثل بنتك، قلت خليها تخبرك هي. تسلميلي، كنت بدي أحكي لكم بس لما عرفت بالعزيمة قلت خلص بنحكي لما نكون أنا ويمان. يا روحي برافو عليكي أمي. شوفي يمان هلأ صار سهرك، بتول مثل بنتك، يعني صار عندك سهر. مو هيك؟ من زمان كنت شوف إنه بتول ويمان لابقين لبعض كتير بس ما كنت أحكي. كتير فرحت إنه حبوا بعضهم، الله يجعل تمام على خير حبيبتي. شكراً كتير خالتي زمرة، السعادة من حق الكل، مو هيك؟ ايه الله يسعدكم. شوفوا فريد راح جاب واحدة مو معروف أصلاً، لسه ما صار له شهر راحت خانته. الله يستر الجميع. ايه والله يا بابا صعبة كتير فعلاً، ما في أصعب من الخيانة، ما حدا بيقدر يتحملها أبداً. الكل حيدفع الثمن هلأ أو بعدين. يسلموا إيديكي فتوش، الأكل كتير طيب. يلا تفضل. صحتين وهنا يا خانة. شكراً لك. يسلم. مستحيل تفتري عليها. فريد يعني حكى هيك لأنه معصب، وانتي أكتر حدا بيعرفه، ما بيقدر يتخلى عنك، مو هيك؟ انتي أمنا وتاج راسنا. انتي قلعت هي العيلة، إذا انكسرتي انتي رح ننكسر كلنا وحنتفرق. تركي فريد أنا مربي لك يا. يلا اضحكي اضحكي شوي بيلبق لك. الله يديمك ويخليك فوق راسنا يا أمي. لحظة، هاي سيارتنا. سيارتكم الحمراء انكسرت مرة تانية؟ انكسرت انكسرت وما حتشتري لنا غيرها مو هيك؟ ها سلطانة أزاتا؟ أكيد ما بشتري. لكن مجبورين نصلحها، شو نعمل؟ أنتوا أدرى إذا بدكم لا تصلحوها. مو معقولة أنتي خليتينا نقضي طفولتنا كلها بلعبة سيارة واحدة، عن جد بلا ضمير. بحبك كتير يا روح يا عمري. يلا حأخذها وروح. أمي حياتي يا روح.
عائشة؟ ما لقيتك بغرفتك؟ أنت منيحة؟ مو منيحة أبداً فيديا. شوفي، بعرف ما بيحق لي، بس ما عاد فيني أتحمل. في شي حدا بحياتك؟ يعني حب قديم، حبيب، هيك شي. بالنهاية جوازتكم كلها لعبة وما فيني لومك، بتصير يعني. لا فيديا ما في، لأنه ما كان عندي وقت لحب أي حدا بحياتي. أنا عشت مشاكل الحياة مع رفقاتي، بس كان رفيقي بحاجة لمساعدة. جيت بدي أحكي لفريد بس ما قدرت. أنا حاولت حل الموضوع لحالي بس فشلت وما زبط معي. فريد وثق فيني وأنا ضليت ساكتة وعم بتطلع بعيونه. بينجرح قلبنا من الحكي اللي ما منقوله، مو من اللي منقدر نحكيه. فريد ليك شو جبت لك؟ قول مرحبا لرفيقتنا القديمة. يا سلام، شو هاد؟ من وين طلعت هاي؟ مو معقول، شوف انكسرت من جديد. ايه انكسرت، امرتني امي السلطانة، قالت الروح صلح حي مع فريد مثل العادة. لو سألتها مين بدك اياه يصلحها هالمرة؟ انت ظلمتها كتير، بس لا تعمل هيك، قهرتها للمرة. هي إلا أصبع بكل البلاوي اللي أنا فيها. فريد، ليك ظلمتها على الفاضي هاي المرة عن جد. يعني كيف مرقت عليك؟ ها؟ السلطانة العظيمة أزهدها، أنت بتعرف قديش بتهتم بكنيتها. بتصدق إنها ممكن تعمل هذا الشيء وتنشره وتفضحنا وتفضح عائلتنا؟ مجنون أنت؟ بعرف أمي كتير منيح، لو ما راحت على هداك البيت ما سكتت. وإذا كان في شي تجي وتحكي لي إياه. خلصنا فريد، ابن اتطلع هلا. اسمع، ممكن حاولت تحلها بدون ما تعرف، عم تفهم؟ ليك، كل أم بتحمي ولادها. عائشة حكت؟ سألتها إذا هي القصة حقيقية؟ رجعت لي من جديد. ابني هي خالصة على آخر. شوف مكسرة خالصة. اللي إذا إجاك صبي رح تعطيها؟ والله بعطي. تعال هون حبيبي. انت برأيي تردي شو ما كان. مو مهم، بكرة بحكي. ماشي، تصبحي على خير. وانت من أهله.
لما كنت راجع معك على أنطاكيا كان قلبي مليان كره. كنت خايف كتير ما يروح مني الشك بكل شي وبأي حدا بتشوفي، شعور ما في أصعب منه. صرت شوف الكل وسخين وما عاد أوثق بحدا. حسيت راح نفسي وبعدها صرت عم بختنق. لليوم اللي شفت فيه البنت اللي رقصت تحت المطر، هالبنت صحتني من الغم اللي عشت فيه، صحتني من كوابيسي، واضحة مثل ورقة بيضة، كانت فرحانة وقوية، كانت عايشة وحقيقية، كانت الحياة. كل ما كنت أطلع بوجه هالبنت كان يرجع لي نفسي. قلت الحمد لله، ألف شكر يا رب، فرحت كتير. من وقتها بديت أقدر أوثق ببنت من جديد، بفضلك يا عائشة، بفضلك أنت. عن جد شكرا. شكرا إليك عائشة. لو كل العالم بيحكوا عليكي رح أقول أكيد عائشة عندها أسباب لهذا الشي، بس هلأ بترجاكي تحكي لي الحقيقة. شو صار اليوم؟ قلتي جاي وما إجيتي، وبعد انتشر الخبر حتى أمي ما عم تحكي، سكتت وما قالت شي. ليكي، ما في وعد بيناتنا بيخص الإخلاص، وما لي حق أسألك. أنا مو طالب غير إنه أعرف الحقيقة. إذا ممكن قولي لي الحقيقة عائشة، ليش ما إجيتي؟ إذا كان عندك شي مشكلة بحياتك حكي لي، شاركيني فيها، بدي توثقي فيني أنت كمان. بتعرفي إنه انحكم 18 سنة ولا لا؟ شو؟ بها؟ بها؟ وأنا بروح على السجن، وأول ما بفوت بتصفيني هنيك عيلة الزلمة اللي قتلته. يلا روحي، أنت اللي بدك ياني موت. عندك حكي؟ مو بس حكي، شوقتنا. صحيتي، كنت جاي لعندك، قال لي أبوك تنزلي مشان تقابلي الضيوف. مين هدول الضيوف؟ شو؟ شوفوا هالفضيحة، شوفوا شو كاتبين هون. شو قالوا؟ دعوة المظلوم ما بتنرد وبتوصل لسابع سما، يلي كانوا عم يزعلوا بنتي اجتهم هالفضيحة. مو معقول يا حسين، أكيد الخبر مو مزبوط. كيف مو مزبوط؟ ليش بقى؟ خبر أكيد أمي، أنا شفت هالشي بعيني وبلغت. وشو اللي شفتي أنتي؟ لا تتدخل بهالشي بابا. شو صار أمي؟ تفاجأتي كتير؟ ما عم تقدري تصدقي مو؟ ليش شو دخلنا نحنا؟ يلا تعي لهون،
تعي عادي جنبي حبيبتي، شوفي عنا ضيوف حلوين اليوم. أنا زعلانة منك، يعني بتعرفي إنه بتول ويمان رح يخطبوا وما بتقلي لنا؟ ما بيصير، معقولة أنتي هاندا؟ بتول أقرب رفيقة إلي ماما، وهي مثل بنتك، قلت خليها تخبرك هي. تسلمي لي، كنت بدي أحكي لكم بس لما عرفت بالعزيمة قلت خلص منحكي لما نكون أنا ويمان. يا روحي برافو عليكي. أمي شوفي، يمان هلأ صار سهرك، بتول مثل بنتك، يعني صار عندك سهر مو هيك؟ من زمان كنت شوف إنه بتول ويمان لابقين لبعض كتير بس ما كنت أحكي. كتير فرحت إنه حبوا بعضهم، الله يجعل تمام على خير حبيبتي. شكراً كتير خالتي زمرة، السعادة من حق الكل مو هيك؟ ايه الله يسعدكم. شوفوا فريد راح جاب واحدة مو معروف أصلا، لسه ما صار له شهر راحت خانته. الله يستر الجميع. ايه والله يا بابا صعبة كتير فعلا، ما في أصعب من الخيانة، ما حدا بيقدر يتحملها أبدا. الكل حيدفع الثمن هلأ أو بعدين. يسلموا ايديكي فتوش، الاكل كتير طيب. يلا تفضل. صحتين وهنا يا خانة. شكرا لك. يسلم. مستحيل تفتري عليها. فريد يعني حكى هيك لأنه معصب، وانتي أكتر حدا بيعرفه، ما بيقدر يتخلى عنك مو هيك؟ انتي أمنا وتاج راسنا. انتي قلعت هي العيلة، إذا انكسرتي انتي رح ننكسر كلنا وحنتفرق. تركي فريد أنا مربي لك يا. يلا اضحكي اضحكي شوي بيلبق لك. الله يديمك ويخليك فوق راسنا يا أمي. لحظة، هاي سيارتنا. سيارتكم الحمراء انكسرت مرة تانية؟ انكسرت انكسرت وما حتشتري لنا غيرها مو هيك؟ ها سلطانة أزاتا؟ أكيد ما بشتري. لكن مجبورين نصلحها، شو نعمل؟ أنتوا أدرى، إذا بدكم لا تصلحوها. مو معقولة أنت خليتينا نقضي طفولتنا كلها بلعبة سيارة واحدة، عن جد بلا ضمير. بحبك كتير يا روحي يا عمري. يلا حأخذها وروح. أمي حياتي يا روحي. في حاجتها كل كترت، بيعمل هيك وبيتقل وما بيقدر ينام طول الليل. طالع معك كتير طيب وما في زيت. انت ما رح تعملي مثله لما نتجوز مو؟ كلهم هيك بيعملوا.
رايح أغير الفستان، من الصبح لابسته. إن شاء الله عجبكم الأكل يا أولاد، يلا لنجيب الحلو. كتير طيب حالتي زمرد، عجبنا كتير. ثانية لا تواخذوني، لازم رد على التليفون. ايه؟ صار مدير عام، وهلأ بعد ما صار مدير عام بالشركة يمكن ما عاد تشوفيه بالبيت. شو انت من امتى هون؟ شو عم تعمل بغرفتي؟ شو عم تعمل هون؟ روح هلا حدا بيشوفك. افتح الباب. شو صاير معك؟ احكي لي. ما فيني شي، روح اهتم بحبيبتك. فيكي شي، بفهم عليكي من عيونك، ولما تاخدي شفتك على جنب حافظك هاندا. لا انت ما بتعرفني، ما حدا بيعرفني ولا حتى عيلتي. شفتي هاندا؟ هي كانت عم تغير فستانها. ويا مام ما عاد شفته كمان. دقيقة. الإنسان أوقات ما بيعرف حاله. ما حأهتم بيلي عم تعمله. أنا ما عملت شي ولا لمستك. حبيبتك تحت هلأ بتشك، إذا شافتنا حتزعل، وما بدي إياها تزعل. والله عن جد يا مام فهمانة شو عم بتحاول تعمل. تصرفك الغبي إنك جبت بتول لهون مشان تحاول تخليني غاية. مينو جوز؟ شو دخلك؟ واحد عم قابله. ممكن تروح من هون هلأ، بيجي حدا. هاندا؟ ما لهون؟ وين راحت هالبنت؟ بتول حبيبتي، انت بتعرفي كتير منيح انا قديش بحبك، مو هيك؟ هلأ بما انك بديتي علاقة حقيقية مع يمان، حافظي عليها قد ما فيك يا بنتي. انتهت هديك القصة مع هاندا؟ ما هيك، اسمعي مني، ديري بالك كتير، لا تسمحي لأي حدا يزعلك او يكسرك. وين راحوا هدول؟ بدنا نحتفل بالشغل الجديد، وينهم؟ شو هالغبيات؟ استنى جاي. آسف كان مهم، ما قدرت سكر. ايه لكان يا عمي صرت مدير عام وما عاد يتركوك بحالك. شو انت مجنون؟ شو عم تعمل ببيتي؟ انت جاوبيني لشوف، شو جابك على البيت اللي كنا متخبيين فيه؟ ومين اللي كانت معك؟ كنت مجروح، اجينا نساعدك. يا بنت بنصحك لا تلعبي معي، بعرف شو عم تعمل. سؤال واحد عرفت. مو اجيت لهون لانه بدك عائشة؟ وانت مو بدك الزلمة اللي اخذته عائشة؟ ها؟ هلأ علقتك معي، اوعك تأذي عائشة. إذا بتجربي تزعليها رح زعل الدنيا كلها. أنا بحرق اللي بزعل عائشة وبحرق حالي كرمالها. حطي هالحكي براسك ولا تقربي من عائشة. شوفك بعدين.
عائشة؟ ما لقيتك بغرفتك. أنت منيحة؟ مو منيحة أبداً فيديا. شوفي، بعرف ما بيحق لي، بس ما عاد فيني أتحمل. في شي حدا بحياتك؟ يعني حب قديم، حبيب، هيك شي. بالنهاية جوازتكم كلها لعبة وما فيني لومك، بتصير يعني. لا فيديا ما في، لأنه ما كان عندي وقت لحب أي حدا بحياتي. أنا عشت مشاكل الحياة مع رفقاتي، بس كان رفيقي بحاجة لمساعدة. جيت بدي أحكي لفريد بس ما قدرت. أنا حاولت حل الموضوع لحالي بس فشلت وما زبط معي. فريد وثق فيني وأنا ضليت ساكتة وعم بتطلع بعيونه. بينجرح قلبنا من الحكي اللي ما منقوله، مو من اللي منقدر نحكيه. فريد ليك شو جبت لك؟ قول مرحبا لرفيقتنا القديمة. يا سلام، شو هاد؟ من وين طلعت هاي؟ مو معقول، شوف انكسرت من جديد. ايه انكسرت، امرتني امي السلطانة، قالت الروح صلح حي مع فريد مثل العادة. لو سألتها مين بدك اياه يصلحها هالمرة؟ انت ظلمتها كتير، بس لا تعمل هيك، قهرتها للمرة. هي إلا أصبع بكل البلاوي اللي أنا فيها. فريد ليك ظلمتها على الفاضي هاي المرة عن جد. يعني كيف مرقت عليك؟ ها؟ سلطان العظيم يا أزهدها، أنت بتعرف قديش بتهتم بكنيتها؟ بتصدق إنها ممكن تعمل هذا الشيء وتنشره؟ وتفضحنا وتفضح عائلتنا؟ مجنون أنت؟ بعرف أمي كتير منيح. لو ما راحت على هداك البيت ما سكتت، وإذا كان في شي تجي وتحكي لي إياه. خلصنا فريد، ابن اتطلع هلا. اسمع، ممكن حاولت تحلها بدون ما تعرف، عم تفهم؟ ليك، كل أم بتحمي ولادها. عائشة حكيت؟ سألتها إذا هي القصة حقيقية؟ رجعت لي من جديد. ابني هي خالصة على آخر. شوف مكسرة خالصة. اللي إذا إجاك صبي رح تعطيها؟ والله بعطي. تعال هون حبيبي. انت
انت شو عم تعمل؟ كيف فتت لهون؟ بلكي شي حدا صحي. سهلي على واحد قدر يهرب من السجن. فتت من باب القصر الوراني، موبايلك مخفي، اتصلت وما رديتي، قلقت عليك كتير. جنيت ليلي، ليش نايمين كل واحد لحاله؟ جوزتي مشاني مو هيك؟ ما قدرت رد جوزي كل اليوم بالبيت، تخانقنا ونمنا كل واحد لحاله، فهمت؟ لسه عم تقولي عنه جوزك؟ معقول هيك عائشة؟ بها بترجاك تروح من هون، لا تخرب بيتي، روح بسرعة، روح من هون. رح نروح سوا هلأ وفورا، يلا امشي، ما عاد فيني اصبر اكتر. شوف بس ليطلع الصبح بيجي لعندك وبنحكي بوعدك. هلأ الله يخليك روح من نفس المحل اللي اجيت منه، بترجاك روح فورا بهاء، روح. بدونك ما بروح، بدونك ما بروح. شوف اذا جد بتحبني ولو شوي ما بتعمل فيني، انا ما بستاهل هالبهدل، والله ما بستاهل. شو عم تحكي انت؟ خلص رح روح، بس عم بستناكي الصبح. كيف اجيت له؟ قلت لك من الباب الوراني. لا الباب الوراني لا، استنى. يلا شوفك الصبح. وين كنتي؟ ما قدرت نام، طلعت شميت هوا. فايتنا. تصبح على خير، تصبح على خير. وانت من اهله؟ وين انتي عم بستناكي؟ وينك عائشة؟ بتصلي فيني؟ ليش موبايلك مطفي؟ عائشة؟ وين انتي عائشة؟ على اساس جاي؟ لهلأ قاعد عم بستناكي. انت ليش عم تصعب علي مع انك بتعرف اني متجوزة؟ ما بدنا نوقع بمصيبة بها. انا ما بتفرق معي، ما بخاف، لو شو ما بده يصير يصير. وين رحتي؟ انت ليش ما عم تفهمي علي يا عائشه؟ عم قلك انا بموت بلاكي يا عائشه، انا بموت بدونك، فهمتي؟ طلعي لقدام الباب، انا جاي، انا جاي لعندك، ماشي؟ اوعى. خلص هلا انا بلاقي شي طريق او بشي، انت لا تطلع من البيت. خير؟ شو صار لك؟ رعبتك؟ لا تواخذيني. لا لا هلا صحيت وكنت شاردة شوي. ليش هيك وشك؟ ولا شي، رايحة غير ثيابي. خير ان شاء الله؟ لوين رايحة؟ مو رايحة. انت متأكدة انك منيحة؟ موبايلك ما هدي كل الليل، ما شاء الله لهلا ما سكتي، باين عليكي متلبكة، في شي؟ ما في شي، ما تقلق.